أهلا بكم مع فيديو جديد من قناة هنصنع المعلومة. هنتعرف على الهاتف الأكثر مبيعا اللي هو سامسونج A51 اللي هو في الفئة الكاش لفوق 4000. تمام، A51 العلبة بتاعته هتلاقي اللون، تمام، اللون اللي على العلبة هو نفس اللون اللي بيتباع اللي هو الأبيض، هتلاقي مكتوب على العلبة أبيض A51. هنتعرف على مكونات العلبة. شات ضمان، هنا بيقول لك إن الجهاز اون سكرين فينجر برينت، يعني البصمة على الشاشة، الكاميرات والشاشة سامسونج جالاكسي A51. بيبقى مع العلبة السماعة، ده الشكل بتاع السماعة اهوت. وده الوصلة بتاعت الشاحن، وده الشاحن، طبعا الشحن الأصلي كده تلاقيه محفور على كلمة سامسونج بالشكل ده. يبقى دي المكونات خاصة بالعلبة. الموبايل نفسه ده الشكل بتاعه اهوت. اربع كاميرات خلفية، ده بيت الشريحة اهوت في الجنب اهوت. ده الشكل بتاعه. جراب برضك بيجي مع جراب شفاف. جراب شفاف هو البلاستيك. تمام، ده الشكل بتاع الجراب اهوت. طبعا بيبقى موجود في الحتة دي، باخده بالك وانت بتفتح الجهاز بيبقى موجود هنا، بتبقى موجودة كده ممكن ما تشوفهاش. شكرا لكم.